على طار التعليم، خلونا نتكلم عن السعودية واستثمارها في هذا المجال، واللي احنا قاعدين نتكلم عنه من بداية حلقتنا ان السعودية اليوم قاعدة تتميز بتنوع التعليم والاستثمار فيه والاستثمار في الإنسان، وانه يجمع بين القيم الأصيلة والتطور، وكمان يحفز الطلاب على الإبداع والابتكار. يمكن هذا الشيء كان واضح وأيضا ملموس جدا عند فتاة أمريكية جات وتعلمت في السعودية ونشرت مقطع تشرح فيه أكثر 3 أشياء تعلمتها من المدارس السعودية. خلونا نشوف 3 أشياء تعلمتها كأمريكية تربت في مدارس سعودية. رقم 1، اللغة واللهجة العربية والسعودية. أنا أحمد ربي أني أنا رحت المدرسة السعودية لأن عرفت أني أندمج مع الثقافة مع البنات وتعلم بطريقة مباشرة عادات وتقاليد السعوديين. رقم 2، الكرم. أتذكر من وأنا صغيرة مرة بدأت أرجع البيت وأسأل أمي وأقول لها ماما أنا أبغى أجيب حلا بكرة المدرسة، عشان كل يوم البنات يجيبون شيء ويوزعونه علينا كلنا، فيعني ما أبغى أكون الوحيدة يعني أمريكية مش فيها ذي. ومن هناك بدأ خطوة خطوة والكرم صار يزيد وصار من عاداتي أنا. وأهم وأغلى شيء تعلمته هو الدين الإسلام، الحمد لله. وعلى وقتنا كان في حديث، توحيد، تفسير، تجويد، وقرآن، وكل الأشياء هذه. رهيب هذه الشخصية، أنا صراحة من متابعينها على تيك توك، ناسي والله ما يحضرني اسمها، بس لطيفة مرة، ودائما تتكلم عن السعودية وعن العادات والتقاليد وعن حتى خلينا نقول الهيستوري أو التاريخ في السعودية. كلامها والله أول مرة شفتها حسبها سعودية، صح كلامها سعودي مرة، يعني ما شاء الله كيف متقنة اللهجة والمخارج، الحروف عندها سليمة. يعني للأمانة أنا أحب وأقدر الناس اللي يطلعون الواقع أو يعكسون الواقع، يعني هي ما لها دخل فينا، يعني ما لها، بس إنها اللهم أنها عايشة هنا وتدرس هنا أو درست هنا، فقاعدة تعكس صورة السعودية كما هي بطريقة لطيفة، بطريقة جميلة، وحتى ما هي متكلفة، جدا بسيطة. فأنا أحبها وأحب أتابعها، وكل الكلام اللي قالته أو كل الكلام اللي أصلا تقوله دائما في مقاطعها أنا أتفق معه، وبالعكس يعني إحنا نحب ونفتخر بهذول الناس. أكيد. يمكن قبل شوي إحنا نتناقش نقول على مخارج الحروف مرة ضبطتها، بس هي ردت على سؤالي انها قالت قران وتجويد وتفسير، صحيح، فهي لما اتقنتها حتى اتقنت مخارج الحروف بالضبط، حرف الراء، حرف الهاء، حرف الخاء، الحروف هذه اللي هي قالتها عندنا ما شاء الله كانها بنت سعوديه فعليا. فعلا يعني، وانا اللي عجبني في هذا المقطع انها هي كيف قاعده، يعني انا احب الناس اللي على قول مها ينشروا اشياء بشكل ايجابي، دائما ياخذوا الاشياء الصالحه ويطلعوها، صح. هي قاعده تتكلم انه كيف اكتسبت بعض العادات والتقاليد زي الكرم، زي الضيافة، زي كثير من الأمور بسبب طبعا اختلاطها بالمجتمع السعودي، وأيضا أنها تعلمت كمان في أساسيات الدين وغيرها. أكيد أكيد يعني، وبالعكس يعني في أمثلة على فكرة كثير مثلها، ومثل أنا والله أتمنى أني أنا أتذكرت اسمها، بس عشان أبغى أشكرها وأقول لها يعني شكرا على 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 مصداقيتك وعلى لطفك في الطرح. وعلى فكرة ترى عندها متابعين مرة كثير على تيك توك أظن.